السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع حضراتكم دكتوره فاطمه نبيل، مدرسه الهيستولوجي في طب الازهر والام تي اي. النهارده ان شاء الله هناخد الجي اي تي. الدايجستيف سيستم بيتكون من ايه يا اولاد؟ بيتكون من الاورال كافيتي وتيوبولار دايجستيف تراكت واسوشيتد دايجستيف جلاند. يبقى انا عندي الاورال كافيتي وعندي الدايجستيف تيوب وعندي الدايجستيف جلاند. زي ما احنا شايفين كده، ادي الاورال كافيتي وادي اسوفيجس ستومك وسمول انتستين بالثري بارتس بتاعتها، ديودينم جوجينم اليا لارج انتستين وريكتم وانال كانال. ده كده ايه دايجستيف كانال. الدايجستيف جلاندز عباره عن ايه؟ عندي هنا سليفري جلاندز اهي في الماوس كافيتي والبنكرياس اللي لونه يلوش ان كلر وادي الليفر. طيب الدايجستيف تيوب دي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن اسوفيجس ستومك سمول انتستين لارج انتستين زي ما احنا لسه قايلين، والسمول انتستين عندها 3 بارتس اللي هم ديودينم جوجينم اند اليوم. عاوزين نقول ايه بقى؟ احنا اتعودنا في الهيستولوجي ان انا لما اجي اعمل ديسكريبشن لاي اورجان بسال نفسي ده هولو اورجان ولا سوليد اورجان. لو هو هولو اورجان يبقى انا هشرحه على شكل لايرز، هعمل له ديسكريبشن على شكل لايرز فروم انسايد اوت ووردز. لو هو سوليد اورجان يبقى انا هقول ايه؟ ستروما اند بارينكيما. يبقى ده رول في كل الهيستولوجي. لو انا عندي تيوب او حاجه ليها ليها اليومن، يعني اي حاجه ليها اليومن سواء تيوب سواء اي هولو اورجان، يبقى انا هتكلم عليه ازاي؟ لايرز فروم انسايد اوت ووردز. خلاص ببداه من جوه لبره. طب لو هو سوليد اورجان زي الليفر مثلا، حاجه سوليد ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش ليومن، يبقى انا هشرحه ازاي او هعمل له ديسكريبشن ازاي؟ ستروما اند بارينكيما. دلوقتي انا بتكلم على ايه؟ على الدايجستيف تيوب اللي احنا قلنا بتبدا منين؟ من اول الاسوفيجس، لان انا عندي الماوس كافيتي ان شاء الله هناخده في موديول تاني خالص. خلاص فانا هتكلم من اول الاسوفيجس، يبقى انا بتكلم على هول اورجان او تيوبس، يبقى انا لازم هتكلم عليهم ازاي؟ ان لايرز. عندي الدايجستيف كانال بتختلف عن اي حاجه ثانيه هولو اورجان فان هي 4 لايرز، يعني مش مثلا 3 لايرز زي البلاد فيسلز، لا هي 4 لايرز. ايه هم الفور لايرز؟ اول واحده اللي هي ريد ان كلر دي اللي هي انسايد جنب اليومن بسميها ميوكوزا. خلاص وبعدين الفايلت او البلويش ان كلر دي بسميها سب ميوكوزا. ثالث واحده اللي هي يلوش ان كلر بسميها ماسكولاريز اكسترنا او ماسكولوزا، واخر واحده خالص انا بسميها سيروزا او ادفنتيشيا. وانا اعرف امتى بسميها سيروزا وامتى بسميها ادفنتيشيا. تعال بص كده على الاسوفيجس وتعالى نعمل ابلكيشن للكلام ده على الاسوفيجس. لو انا بصيت الاسوفيجس طبعا عباره عن تيوب اهي، لو انا خدت فيها كات سيكشن هشوف ايه؟ هشوف حاجه راوندد صح كده وليها اليومن. الراوندد واللي ليها اليومن دي انا مش هرسمها كلها بقى، هاخد منها جزء بقى. خلاص يبقى انا هاخد جزء من الدايره اللي ليها اليومن دي، هاخد حته منها كده واقوم رسمها واشوف اللايرز بتاعتي شكلها ايه زي ما انا شايفه كده. لاحظ كده ان انا عندي الميوكوزا بتاعتي فولدد زي ما انا شايفه بالمنظر ده. خلاص وبعدين ده الوول بتاعي فروم انسايد، ده ناحيه اليومن وده اوت ووردز. تعالى بقى نوصفها. اول واحده خالص دي اللي هي مين؟ الميوكوزا. الميوكوزا عاده يا اولاد معموله من ايه؟ 3 بارتس اللي هم مين؟ ايبيثيليوم سب ايبيثيليال كونكتيف تيشو ماسكولارز ميوكوزا. يبقى انا في الاصل اللايرز كام لاير؟ هم 4، ميوكوزا سب ميوكوزا ماسكولارز اكسترنا ان سيروزا اور ادفنتيش. طب الميوكوزا لوحدها فيها كام بارت؟ فيها 3 بارتس اللي هم مين بقى؟ بص معايا كده، اللي هو الايبيثيليوم والكونكتيف تيشو والماسكولارز ميوكوزا. هل الايبيثيليوم بيختلف من مكان تاني للتاني في الجي اي تي او دايجستيف كانال؟ ايوه بيختلف. خلاص يبقى ده كل مره هيختلف معايا. طيب اللامينا بروبريا او سب ايبيثيليا لير اوف كونكتيف تيشو دي عباره عن ايه؟ عباره عن اريا اوف لوس كونكتيف تيشو كونتيننج بلاد فيسلز اند نيرفز. وبعدين الماسكولارز ميوكوزا دي دايما بتبقى سموث ماسل ارينجد ان تو لايرز انر سيركلر اند اوتر لونجيتيودنال. يعني ايه انر سيركلر؟ يعني سراوندنج اليومن، سيركلر لاير سراوندنج اليومن بالشكل ده. يعني ايه اوتر لونجيتيودنال؟ يعني المسل فايبرز واقفه لونجيتيودنال، ماشيه مع اللونجيتيودنال اكسس بتاع ايه يا اولاد؟ بتاع الكانال اللي انا بشرح فيها. خلاص يبقى السيركلر يعني سراوندنج اليومن، مش يعني دايره، لا يعني المسل دايركشن سراوندنج اليومن ان سيركلر دايركشن. الاوتر لونجيتيودنال يعني ايه؟ لو دي التيوب بتاعتي يعني الاوتر لونجيتيودنال يعني المسل فايبر ماشيه مع بارل للونجيتيودنال اكسس بتاع ايه؟ بتاع التيوب. خلاص تعالى بقى نطبق الكلام ده.
ادي الميوكوزا بتاعت الاسوفيجس نوعها ايه؟ ستراتيفايد سكويمس نون كراتينايزد ايبيثيليوم، ده اول لاير الايبيثيليوم بتاعي، تحتها الكونكتيف تيشو بتاعي، وتالت واحده اللي هي الايه؟ الماسكولاريز ميوكوزا. ادي الميوكوزا، تعالى ادخل على السب ميوكوزا اللي هي اللاير دي، بصوا كده اللي بادئه من بعد الماسكولاريز ميوكوزا لغايه الماسكولاريز اكسترنا او الماسكولوزا. اللاير دي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن دنس كونكتيف تيشو، دنس ريجولر كونكتيف تيشو، مليان لارجر بلاد فيسلز ومليان كمان النيرفز بتاعه الايه؟ المنطقه دي، خلاص؟ طيب هل في حاجه سبيسيفيك وكاركترستيك للاسوفيجس؟ ايوه، هنا في حاجه اسمها الاسوفاجيال جلاندز. ايه الاسوفاجيال جلاندز دي؟ عباره عن ميوكس سكريتنج جلاندز موجوده في السب ميوكوزا بتاعتي وبتفتح في اليومنجو، خلاص؟ شكلها ايه؟ زي ما احنا شايفين الميوكس جلاندز العاديه بتاعتي خالص اللي هي عباره عن اسيناي، عندها بيراميدال سيلز وبيزوفيلكسيتوبلازم وبيزل فلات نيوكليس، يبقى دي الميوكس اسيناي في السب ميوكوز. طب ايه اللاير دي بقى؟ دي الماسكولوزا او الماسكولاريز اكسترنا اللي هي برضو معموله من تو لايرز، بس هنا طبعا ثيك لان هي الماسكولوزا الاساسيه، برضو انر سيركلر واوتر لونجيتيودنال. ادي الانر سيركلر اهي سموث ماسل، وادي الاوتر لونجيتيودنال، وطبعا موجودين في ايه؟ في باندلز، تمام؟ اخر لاير دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن لوس كونكتيف تيشو وكونتين سمول كابيلاريز وكونكتيف تيشو سيلز. اللاير دي يا اولاد لو هي كفرد ببريتونيوم بسميها سيروزا، ليه؟ لان هي تبقى مغطيه من بره بالسمبل سكويمس ميزوثيليوم بتاع الايه؟ البريتونيوم. في الحاله دي انا بسميها سيروزا. طب لو انا مش متغطيه ببريتونيوم هسميها ايه؟ هسميها ادفنتيشيا، وده الفرق. عليها بريتونيوم يبقى اسمها سيروزا، مش عليها يبقى اسمها ادفنتيشيا. طبعا الاسوفيجس ده كفرد بايه؟ من بره، مش كفرد ببريتونين، ده ادفنتيشيا، اكسبت عند يعني اول اخر حته خالص الجنكشن مع الاستومك. طيب ده شكل الاسوفيجس بقى في سلايد، لو انا حبيت اتفرج على الاسوفيجس في سلايد، ده جنب زي ما قلنا هي بتبقى سيركل او تيوب وليها اليومن، لو انا قطعتها تي اس هشوف ايه؟ هشوف حاجه مدوره كده وليها وول، وقلنا ان عندها فولدد ميوكوزا، لو انا كنت بصيت كده ادي الفولدد ميوكوزا بالمنظر ده. شايف حضرتك؟ ادي الفولدد ميوكوز. طب ده مين بقى السيك؟ ده الابيثيليوم اللي قلنا ذا سيكست ابيثيليوم ان ذا بودي اللي هو الستراتيفايد سكويمس نون كراتينايزد ابيثيليوم اهو، والاحمر ده الماسكولاريز ميوكوزا، والكبير قوي ده مين؟ دي السب ميوكوزا. ده الاسوفيجس. طب الاستومك، الاستومك بتاعتي اناتوميكالي بقول عليها ايه؟ بقول عليها فندس بودي بايلورس. طيب هيستولوجيكالي الفندس والبادي ذا سيم ستراكشر، والبايلورس مختلف شويه، فانا لما اقول فندس اوف ذا ستومك اي مين فندس اند بادي اوف ذا ستومك، لان هم هيستولوجيكالي عندهم نفس الاستراكشر، تمام؟ طيب الفندس اوف ذا ستومك لو انا بصيت عليه جلوبالي بقى ك وول كله على بعضه قبل ما اقول الديتيلز، هلاقيه معمول من ايه؟ من البيزك فور لايرز. ادي الميوكوزا، لو لاحظت كده ادي الميوكوزا ماشيه من اول السيرفيس ايبيثيليوم لغايه ما وصلنا لمين؟ اخرها الماسكولاريز ميوكوزا، يبقى عباره عن ايبيثيليوم لامينا بروبريا ماسكولاريز ميوكوزا، تمام؟ طيب الايبيثيليوم هنا نوعه ايه؟ سمبل كولامنر ايبيثيليوم، سمبل كولامنر ايبيثيليوم، وهنا واقفه تاني عند الايبيثيليوم لان هو فيه سب تايبس بالسمبل كولامنر هنرجع لها بعد شويه، بس انا دي عندي الميوكوزا، ادي السمبل كولامنر، وادي لامينا بروبريا، وادي الماسكولاريز ميوكوزا. طب تحتها هنلاقي مين؟ هنلاقي ادي السب ميوكوزا زي ما احنا ماشيين عادي جدا. طب وبعدين الماسكولوزا او الماسكولاريز اكسترنا، وهنا برضو ليها واقفه كمان ايه؟ مش احنا اتعلمنا ان الوول بتاع الجي اي تي انر سيركلر اوتر لونجيتيودنال؟ اه، بس عندي في الفندس في اكسبشن ان في ثيرد لاير اسمها انر اوبليك لاير. انر اوبليك لاير، الانر اوبليك لاير ده موجوده بس او دي موجوده فين؟ في الفندس اوف ذا ستومك اونلي. يبقى في الفندس اوف ذا ستومك انا عندي كام لاير؟ 3، انر اوبليك، ميدل سيركلر، اوتر لونجيتيودنال، خلاص؟ لان دي زادت عليهم فما بقتش بقى انر سيركلر اوتر لونجيتيودنال، بقى ميدل سيركلر اند اوتر لونجيتيودنال. واخر حاجه خالص سيروزا، واتفقنا انا بسميها سيروزا كونكتيف تيشو ومتغطيه بالسمبل سكويمس ميزوثيليوم بتاع مين؟ بتاع البريتونيوم. تعال ارجع للحته دي كده، لو بصيت في الميوكوزا بتاعه الاستومك هلاحظ ان الميوكوزا مش ماشيه سمبلي وسموس كده، لا، لاحظ كده حضرتك ان الابيثيليوم بتاعي عامل ايه بقى؟ ديبنج، نازل جوه اللامينا بروبريا، خلاص؟ طب ليه نازل جوه اللامينا بروبريا ليه وعامل ايه يا ترى؟ عامل حاجه اسمها فندق جلاندز، فندق جلاندز، ايه هي الفندق جلاندز دي؟ الفكره ان السيرفيس ابيثيليوم بتاع الاستومك ما هوش مش كده حته واحده، لا، ده دخل جوه اللامينا بروبريا
وبرضو الجزء اللي دخل ده لايند بالسيرفيس ابيثيليوم، وراح عمل لي تيوبولار برانش جلاند، سمبل تيوبولار برانش جلاند. ولو لاحظت الجلاند دي موجوده فين؟ كلها بريزنت ان لامنا بروبريا اوف ميوكوزا. ولو حبيت ابص على شكلها واوصفها اكتر هقول ان هي لونج جلاند اوكيوباين ذا هول سيكنس اوف لامنا بروبريا. هقول كمان انها سمبل برانش تيوبولار بارلل تو ايتش اذر، سايبالي ليتل اماونت اوف كونكتيف تيشو ان بتوين، خلاص بيربنديكولار تو ذا سيرفيس. بص كده بيربنديكولار تو ذا سيرفيس، عندها نارو اسمس، الفتحه بتاعت الجلاند ضيقه قوي، وشورت شورت نارو اسمس. طيب البيت اللي هي الفتحه بتاعتي بيت تو ذا جلاند ريشيو 1:4، يعني ايه؟ يعني البيت بتاعتي قصيره لكن الجلاند نفسها طويله جدا، صح كده؟ بيت تو ذا جلاند ريشيو 1:4. يبقى دي الجلاند قلنا بارل تو ايتش اذر كراودد، سايبه لي ليتل اماونت اوف كونكتيف تيشو، بيربنديكولار تو ذا سيرفيس، بيت تو جلاند ريشيو 1:4. طيب بص بقى جوه الجلاندز انا قلت ايه؟ قلت ان الاستومك او الفندس لايند بسمبل كولامنر ابيثيليوم، وقلت السمبل كولامنر ده ليه موديفيكيشن. يعني ايه بقى؟ يعني مش نوع واحد من السيل. اه كلهم شكلهم سمبل كولامنر بس مش هو نوع واحد، ده انا عندي انواع كتير قوي. لو بصيت على النوع اللي موجود على السيرفس من فوق بالمنظر ده كده اهو، ويعني كفرنج السيرفس بتاع الاستومك ونازل كده في بدايه الايه البيت اوف ذا جلاند، ده بقول عليه ايه؟ بقول عليه سمبل كولامنر او سيرفس ميوكس سكريتنج بيسيليوم، سيرفس ميوكس سكريتنج سيل. بص عليها كده شكلها ايه؟ كولامنر سيلز، عندها بيزر اوفر نيوكلياي والابيكال بارت بتاعها فاكيوليتد لانها بتطلع ميوكس سكريشن ديسولف ديورنج بريباريشن. طيب والسيلز دي ليه موجوده وليه بتطلع ميوكس؟ دي بتطلع كميه ميوكس كبيره جدا عشان تحمي الاستومك بتاعتي من الدايجيشن بالاتش سي ال، حتى بنسميها ميوكس بلانكت، بلانكت ميوكس بلانكت، يعني لاير ثيك من الميوكس بتلاين الاستومك بتاعتي عشان تعمل لها بروتكشن من الاتش سي ال بدل ما يحصل اوتو دايجيشن، اتش سي ال يعمل لها دايجيشن. خلاص يبقى دي اول واحده. تاني واحده اسمها ميوكس نكسل، ميوكس نكسل دي موجوده في منطقه النك، وزي ما احنا شايفين كده برده هي سمبل كولامنر بس المره دي النيوكلياي بيزل فلات مش لونجيتيودنال، والابيكال بارتو برده فاكيوليتد وبتطلع برده ميوكس سكريشن فور اكسترا بروتكشن اوف ذا ستومك. تالت واحده اللي هي اللي انا شايفاها تحت دي اللي لونها دارك ريد ان كلر بالمنظر ده، بصوا حضراتكم اسمها تشيف، اسمها بارايتال او اوكزنتك سيل، اللي هي دي بارايتال او اوكزنتك سيل اللي لونها ريدش ان كلر وقصيره شورت. دي بصوا حضراتكم موجوده فين؟ موجوده في منطقه يعني اوكيجنالي ممكن الاقيها في الحته دي بتاعت النك، وموجوده في الهول لينس بتاع الجلاند يعني البيز اوف ذا جلاند ماليه الجلاند، موجوده شويه في الاسمس وفي النك بس سكتر. طب شكلها ايه يا ترى؟ زي ما احنا شايفين كده هي راوندد او ترانجولر ان شيب ولارج ان سايز بات دازنت ريتش ذا اليومن، هي ايه كراودد الاذر سيلز كراودد عليها، هي شورت سيل بسميها عشان كده بارايتال يعني مستخبيه او قصيره كده، وبسميها اوكزنتك لان هي لونها ديب اسيدوفيليك ان كلر. والسيل دي بتعمل ايه يا ترى؟ بتطلع لي حاجتين مهمين قوي، بتطلع لي الاتش سي ال وبتطلع لي الانترنسك فاكتور اللي هو الانتي برنيشس انيميا فاكتور اللي مهم قوي 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 الابزوربشن اوف بي 12. لو انا بصيت على سكشن بقى اللي فكان دايجرام ده سكشن اهو الفندس اوف ذا ستومك، هلاحظ اللي انا لسه بقوله ان اولا السيرفس بتاع الاستومك مش ماشي سموث، هي انا لو فتحت الاستومك اصلا بصيت عليها من جوه الاقيها عامله كده، عامله حاجه اسمها روجيه لانها فولدد هايلي فولدد. خلاص ادي السيرفس بتاعنا، ولو بصيت على الجلانس الاقيها نازله اهو، بص كده حضراتكم نازله من السيرفس، ادي الجلانس بتاعتي، شوف قد ايه لونج وبيربنديكولار تو ذا سيرفس وبارل تو ايتش اذر، فيها كل الكرايتيريا اللي احنا اتكلمنا عليها. صوره اكبر هاير ماجنيفيكيشن عشان تبين للسيلز دي مثلا الاوكزنتك اهي اللي هي لونها ديب اسيدوفيليك وشورت سيل، وعندي كمان تشيف اللي احنا لسه ما اتكلمناش عليها اللي هي مليانه للبيز اوف ذا جلاند، دي هاير ماجنيفيكيشن لمين؟ للفندس اوف ذا ستومك. في عندي كمان سيل مهم قوي اسمها التشيف او المين سيل اللي هي ماليه معظم الجلاند، دي مهمه جدا لانها بتطلع حاجه اسمها بيبسينوجين وبتطلع رينين، مهمين جدا. خلاص طيب تعالى شوف الاي ام بتاعت السيلز المهمه قوي في الكلام ده، دي الايه البارايتال او الاوكزنتك سيل اللي احنا قلنا عليها اهي ترانجولر زي ما حضراتكم شايفين ترانجولر ان شيب. طيب والسيتوبلازم بتاعها مليان بكميه هايله، طبعا هي عندها سنترال راوندد نيوكليس،
سيتوبلازم مليان ميتوكوندريا بكميه هائله جدا، لانها بتطلع لي طبعا اتش سي ال طول الوقت، بتطلع لي الانترنسيك فاكتور دي هاي اكتف سيل. بس في فكره ان هي لو لاحظت السيل ممبرين بتاعها من فوق مش سموث، امال ايه بقى؟ ده عامل حاجه اسمها انتر سيلولار كاناليكيولاي وذ مايكروفيلاي. بصوا حضراتكم كده، ادي السيل ممبرين بتاعي مش مقفول كده حته واحده، لا بص كده، بص امشي معايا هتلاقي عامل ديبنج جوه السيتوبلازم، بص فيري ديب، فيري ديب تانل جوه السيتوبلازم، خلاص بسميها انترا سيلولار كاناليكيولاي، وهي مش سموث تانل كمان، ده هي عندها مايكروفيلاي. يبقى سمبل انترا، عندي انترا سيلولار كاناليكيولاي وذ مايكروفيلاي، ادي واحده اهي وادي واحده كمان بين الناحيه الثانيه. الكلام ده مهم جدا، ليه بقى؟ لان الاتش سي ال لو اتكون جوه السيل نفسها يعمل لها ديجيشن، امال الاتش سي ال بيتكون جوه الكاناليكيولاي دي، بيطلع الهيدروجين وبيطلع الكلورايد ويحصل لهم يونيون في الكاناليكيولاي اوتسايد ذا سيل، لان لو جوه السيتوبلازم خلاص اوتو ديجيشن للسيل، تمام؟ فدي مهمه جدا، دي الاوكسنتيك سيل، وزي ما احنا شايفين مليانه كمان ايه، مليانه ميتوكوندريا، وعندها برضو سموس اندوبلازميك ريتيكولم كتير. طيب دي الاتشاف اللي انا لسه كنت بكلمكم عليها، تيبيكال بروتين سكريتنج سيل، قلنا دي السيل اللي بتطلع الجاستريك انزيمز، خلاص البيبسينوجين والرينين، تمام، مهمه جدا. طيب لو انا بصيت جواها، دي تيبيكال بروتين سكريتنج سيل، هي باللايت عامله ازاي؟ كولامنر وبيز اراوندد نيوكليس وذ بيز وفيليك سيتوبلازم، وده شيء منطقي لانها بروتين سكريتنج. طب بص جواها زي ما اتعلمنا زمان ايه الكرايتيريا بتاعت البروتين سكريتنج سيل، ها عندي جولجي اباريتس، عندي رف اندوبلازم كريتيكولم، عندي ميتوكوندريا، وهشوف كمان السكريتوري فيزيكلز او الجرانيولز ماليه السيتوبلازم بتاعي. الكلام ده مهم جدا. ادي السيل بتاعتي وادي النيوكليس، طبعا اي كروماتيك لانها بروتين سكريتنج فلازم تكون اي كروماتيك لانها هاي اكتف سيل. ايه البارلل سيسترنا اللي مليانه للسيتوبلازم بشكل فظيع؟ دي الرف اندوبلازم كريتيكولم. طيب ودي مين؟ الدارك ان كلر دي السكريتوري جرانيولز بتاعتي، اهي انا قادره اشوفها خلاص، وعندي ميتوكوندريا اهي برضو كتير زي ما احنا شايفين، تيبيكال بروتين سكريتنج سيل. طيب دي الانتيرو اندوكراين سيل، دي خامس واحده. الانتيرو اندوكراين سيل او الارجنتافين سيل او الاي بي ودي سيل او الدي ان اي اس سيل، كلهم اسامي لحاجه واحده، هي عباره عن ايه؟ الهرمون سكريتنج سيل اوف ذا ستومك. يعني ايه يعني؟ دي سيلز موجوده في البيز اوف ذا جاستريك جلاند، تمام جدا. طيب بتطلع ايه؟ بتطلع هرمونز، بس ليها سبيشال كريتير. الهرمونز دي يا اولاد كلمه هرمون يبقى انا كاني بتكلم على اندوكراين، صح كده؟ فعلا السيل دي مش بتطلع السكريشن على الوول بتاع الجاستريك جلاند، امال ايه؟ دي بتطلع السكريشن بتاعها عند الكونكتيف تيشو او اللامنا بروبريا اللي موجوده في الميوكوزا. يعني كلهم بيطلعوا سكريشن على اليوم بتاع الجلاند ما عدا دي. دي بتعمل ايه؟ بتطلع السكريشن تحت مش فوق، خلاص؟ ليه؟ لان الاندرلاينج لامينا بروبريا فيها البلاد فيسل، وهي بتطلع هرمونز دايركتلي تو ذا بلاد ستريم. طيب ده يفرق معايا؟ اه بص حضرتك، ادي السيل بتاعتي هي برضو ترانجلر ان شيب وعندها راوند نيوكليس. بص بقى حضرتك، لو ده ناحيه اليومن انا ماليش دعوه، مش هطلع سكريشن هنا، امال انا هطلع سكريشن فين؟ الناحيه دي ناحيه مين؟ ناحيه اللامينا بروبريا، خلاص؟ ناحيه اللامينا بروبريا اللي هي دي، كويس، تحتيه هنا بالظبط. يبقى سكريشن هيكون ايه؟ هيكون مش فوق، هيكون انفرا نيوكلير، والجولجي هيكون انفرا نيوكلير، عكسهم كلهم الجولجي سوبرا نيوكلير، والسكريتوري فيزيكال او جرانيولز موجوده ناحيه السكريتوري بوردر، دي برده ناحيه السكريتوري بوردر بس اللي هو فين؟ عند الكونكتيف تيشو. يبقى السكريتوري جرانيولز هنا، والجولجي بتاعي بيبقى انفرا نيوكلير جولجي اباريتس، لان السكريشن دايركت تو ذا بلاد ستريم. هرمونز كتير قوي من ضمنها، طبعا هم السيل اصلا بيتسموا باسامي الهرمونز، يعني فور اكزامبل جي سيل اللي هي بتطلع الجسترين اللي بيعمل استيميليشن، مثلا الاتش سي ال، وهكذا. في اسامي كتير قوي قوي من السيلز دي على حسب هي بتطلع ايه، كل سيستوكاينين سكريتين بتطلع هرمونز كتير، وكل هرمون ليه فانكشن وعلى حسب ما بيشتغل، فبسمي السيل على حسب الهرمون اللي بتطلعه. السيل اللي احنا ما قلناهاش لان هي برده مش هتبان في اللايت مايكروسكوب، على فكره السيل اللي فاتت دي اللي هي الانتيرو اندوكراين بسميها ارجنتافين، ليه؟ لانها مش بتبان بالاتش اند اي، بتبان بالسيلفر ستيت، بتبان براونش ان كلر، عشان كده بتتسمى ارجنتافين. ارجنتافين يعني لايك سيلفر ستين، يعني بتحب السيلفر، ارجنتافين يعني لايك سيلفر ستين، خلاص؟ فهي بتبقى ستين براونش، والسيلفر ستين مش بتبان بالروتين اتش اند اي ستيننج يعني.
كمان في واحده اللي هي الستيم وبرده موجوده هنا في البايلورس. الستيم مش هدمان طبعا بالاتش ان دي اي، بس هي السيل اللي بتعمل رينيوال او ريبليسمنت لكل التايبس اللي احنا قلناها. هي عباره عن ايلو كولامنر وعندها بيزر اوفا نيوكليس والاورجانيلز بتاعتها قليله قوي. هي اصلا وظيفتها انها تعمل ريبليسمنت، موجوده في منطقه النك تعمل ريبليسمنت للسيلز مايجريت ابورد وداون وورد، بتعمل ريبليسمنت للسيلز اللي فوق واللي تحت. احنا قلنا ايه بقى؟ قلنا هيستولوجيكالي عندي الفندس والبادي حاجه واحده، عشان كده بقول عليها فندس اوف ذا ستومك. اما البايلورس مختلفه شويه. تعالى نتفرج على البايلورس. البايلورس زي اي جزء في الدايجستيف كانال فور لايرز، اللي هي مين؟ الميوكوزا، وادي السبميوكوزا، وادي الماسكولوزا، وادي الايه السيروزا، صح؟ طيب ادي الميوكوزا بتاعتي الاولها هنا واخرها هنا اهو عند الماسكولارز ميوكوزا، ايبيثيليوم اللي هو برده سيمبل كولامنر، لامينا بروبريا وماسكولارز ميوكوزا اللي هي انر سيركلر واوتر لونجيتيودنال، بعد كده السبميوكوزا اللي هي كونكتيف تيشو، وبعدين الماسكولوزا واللي هي واقفه صغيره عند الماسكولوزا هي انر سيركلر واوتر لونجيتيودنال، لكن الانر سيركلر بتاعتي ويل ديفلوبد فيري ثيك انر سيركلر لير. يا ترى ليه؟ عشان تعمل لي بايلوريك سفنكتر. خلاص يبقى دي موديفيكيشن. قلنا في الفندس في حاجه في المصل، وفي البايلورس في حاجه برضه في المصل. الفندس اكسترا لير اللي هي الانر اوبليك، والبايلورس الانر سيركلر بتبقى فيري ثيك انر سيركلر عشان تعمل لي مين؟ البايلوريك سفنكتر. خلاص وادي الانر سيركل اوتر لونجيتيودنال وسيروزا زي ما اتفقنا، ولو بصينا كده هنلاقيها متغطيه بالميزوسيليوم يبقى هي ايه؟ سيروزا. هرجع ابص برضه زي ما عملت في الفندس بالظبط. بص كده عندي السيرفيس بتاع البايلورس برضو مش سموس، والابيثيليوم نازل عامل ديبنج كده جوه اللامينا بروبري وعامل لي جلاند هو كمان. اسمها ايه بقى؟ اسمها بايلوريك جلاند. طب تعالى نبص لها كده، هل هي شبه الفند الجلاند؟ بص عليها كده، لا هي مش شبه الفند الجلاند. بص حضرتك شايف الاوبننج بتاعتي وايد اوبننج ازاي؟ هناك كانت نارو اوبننج، يبقى البيت في الفندس كانت نارو اند ايه؟ شورت. شوف هنا وايد اند لونج ازاي؟ يبقى وايد اند لونج جاستريك بيت. طب ايه رايك في الجلاند بقى؟ شكلها واللينس بتاعها هنا كويلد، كويلد جلاند يعني برانشد كويلد تيوبيلر، يبقى الثانيه كانت ستريت دي كويلد جلاند. ولاحظ الجلاند هنا بقى شخصيا فيري شورت لدرجه ان البيت تو ذا جلاند ريش 1 تو 1 قد بعض. الاوبننج طويله وايد لونج اند وايد، والجلاند شورت، فالبيت تو ذا جلاند ريش 1 تو 1 يعني قد بعض. خلاص طيب بص بقى على الجلاند كده، يا ترى ايه المين سيلز اوف ذا جلاند؟ الجلاند مينلي موجود فيها تو تايبس، سيرفيس ميوكس سكريتنج سيل ومين والميوكس نيك. الميوكس نيك سيل السيرفيس سيل زي ما قلنا السيمبل كولامنر ايبيثيليوم وسبيزر اوفر نيوكلي وبتطلع الميوكس سكريشن، والميوكس نيك سيل اللي موجوده هنا اللي فيها بيزل فلات نيوكلي اهي برده ميوكس سكريتنج، يبقى المين فانكشن بتاع البايلورس انها تطلع ميوكس سكريشن. خلاص اوكيجنالي ممكن الاقي سم اوكزنتك حاجه بسيطه قوي، طبعا لازم هيكون عندي الستم عشان تعمل رينيوال دي اساسيه، واوكيجنالي كمان ممكن الاقي الايه الانتيرو اندوكراين طبعا مش هتبان بالاتش ان دي. خلاص المين فانكشن هنا انها بتطلع بروتين سكريشن، وبقيه اللايرز بتاعتي بالظبط زي الايه زي الروتين لاير بتاعت الدايجستيف كان. ده شكل البايلورس بتاعتي شورت جلاند، ومن الكويلنج شايفه اجزاء كات سكشن من الجلاند تحت اهو، ده برضو سكشن كمان من البايلورس فيري شورت، وشوفوا هنا ميوكس سكريتنج شوفوا عامله ازاي وشكلها فاكيوليتد لانها ميوكس سكريتنج سيل. احنا قلنا السمول انتستين عباره عن 3 بارتس ديودينم جوجينم اند ايليم. الديودينم هو الشورتست اقصر واحد فيهم، بعد كده الجوجينم حوالي متر ونص والايليم 3.5. خلاص ده اقصر واحد. طيب الديودنم بتاعي هيستولوجيكالي شكله ايه؟ نفس اللايرز اللي احنا اتعلمناها ميوكوزا سب ميوكوزا ماسكولوزا اند سيروزا. هل في ديفرنس؟ ايوه. لو انا بصيت بقى في حاجه جديده بتبان لي في السمول انتستين، ايه بقى؟ السمول انتستين بتاعي الميوكوزا بتاعتي برده مش ماشيه سموث، امال بتعمل ابورد بروجكشن وبتعمل داونورد انفاجينيشن، فبتعمل لي تو ستراكشرز جداد اول مره اشوفهم. البروجكشن ده بسميها ايه؟ فيلاي، والانفاجينيشنز انا بسميها كريبت. يبقى عندي في فيلاي وفي كريبت. خلاص يبقى البروجكشن بتاعي يعني اللامينا بروبريا طالعه كده ومتغطيه بابيثيليوم بسميها فيلاي. طب الابيثيليوم عامل ديبنج وانفاجينيشن زي بتاعت الفندق والبايلوريك جلان انا بسميها ايه؟ كريبت. يبقى في عندي حاجه جديده خالص مش موجوده غير في السمول انتستين هي الفيلاي والكريبت. خلاص طيب لو انا جيت ابص بقى الفيلاي بتاعت الديودينم شكلها ايه؟
لونج وبرود بيتقال عليها ليف لايك. ليف لايك يعني عامله كده ليف لايك، تمام؟ دي بتاعت الديدنم. وبالمناسبه بتاعت الجيجنم والإليم مختلفين شويه، بتاعت الجيجنم بتبقى تانج لايك خلاص شورتر، اما بتاعت الإليم بتبقى لونجر ونارور، بيسموها فينجر لايك طويله وثين رفيعه. طيب تعالى شوف بقى بتاعت الديدنم كده زي ما انا شايفه بالظبط، من اول كده من اول الابيسيليم لغايه امشي اول ما اوصل ماسكولاريز ميوكوزا يبقى دي ميوكوزا، وهنتكلم على تفاصيلها بس دي كلها ميوكوزا خلاص. بعد كده الجزئيه دي اسمها ايه؟ سب ميوكوزا. بعد كده ادي الماسكولوزا الكبيره قوي دي، واخر واحده الصغيره اللي هي مين؟ السيروزا. وهنا هاير ماجنيفيكيشن عشان يوريني شكل الايه؟ يعني طبعا البروجكشن. بص يا اولاد دي البروجكشن، دي الفيلاي خلاص، والانفاجينيشن هي دي ايه؟ الكريبت. هنا برضو بيوريني بصوا الطويله دي، دي البروجكشن، دي الفيلاي اهي، والانفاجينيشن اللي داخله لجوه دي هي دي الكريبت. دي هاير ماجنيفيكيشن الكلام اللي احنا لسه بنقوله اهو. ادي الفيلاي بتاعت الديدنا، وادي الكريبت اللي عامله انفاجينيشن اهي لجوه في المكان ده كده. طيب يا ترى بقى هم كلهم سمبل كولامنر ابيثيليوم، هل السيلز كلها شكل واحد ونوع واحد؟ لا طبعا، زي فكره الاستومك بالظبط، عندي تايبس اوف سيلز، دي انذر بيكتشر. هنتكلم على السيلز طبعا كلها ان ديتيلز، بس هنتفرج على 3 سيكشنز. ادي الجيجنم بتاعي زي ما قلت كده ان هي تونج لايك، دي الفيلاي بتاعتي، ادي الفيلاي وادي برضو الكريبت. طيب تمام جدا. طيب لو انا بصيت هنا ادي الميوكوزا بتاعتي، لو انا حبيت اعمل هاير ماجنيفيكيشن كده تمام، ادي الفيلاي بتاعتي وادي الماسكولاريز ميوكوزا صغيره قوي 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 تكاد تكون مش باينه، وادي الماسكولوزا وادي برضو الايه؟ السيروزا. طيب ده بيبين لي برضو، ادي بص بقى حضرتك دي صوره بايده قوي قوي قوي، البروجكشنز بتاعتي دي الفيلاي خلاص، اللي نازله لتحت دي اهي دي الكريبتس بتاعتي تمام. دي حضرتك اخر واحده الماسكولاريز ميوكوزا صغيره، بعد كده الماسكولوزا اللير دي، ودي سوري السب ميوكوزا اللير دي، وادي الماسكولوزا وادي الايه؟ السيروزا. هنا بقى هيعمل ايه؟ هيوضح لي انواع السيلز اللي موجوده. هي موجوده في الثلاثه، ديدنم جيجنم اند إليم. ايه بقى السيلز اللي ممكن اشوفها في المكان ده؟ بص حضرتك كده لو انا مسكت فيلس او مسكت كريبت نفس الكلام، هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان اللايننج ابيثيليوم او الكفرنج ابيثيليوم هو سمبل كولامنر وذ جوبلت سيل. يعني انا الطبيعي ان عندي سمبل كولامنر ابيثيليوم وعندي جوبلت سيل. السمبل كولامنر ابيثيليوم ده برضو في منه اشكال. اول واحد اللي موجود فوق خالص ده اللي انا بسميه سيرفس كولامنر ابيثيليوم. السيرفس كولامنر ابيثيليوم او بسميهم انتيرو سايت عباره عن ايه؟ سمبل كولامنر ابيثيليوم بيزل اوفال نيوكليس. السيلز دي في ما بينهم حاجه اسمها جانكشنال كومبلكس اللي احنا سمعنا قبل عنه قبل كده لما اخذنا السيل جانكشن، اللي هو زونيولا اوكليدنس وزونيولا ادهرنس وديسموزوم، وده مهم جدا 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 علشان لما يحصل ابزوربشن للدايجستيف ماتيريال ما يحصل لهاش ايه؟ انها ترجع تاني في اليوم. في جانكشن كومبلكس ما بين السيلز، السيلز دي مهمه جدا 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 لانها عندها براش بوردر، عندها مالتيبل مايكروفيلاي، وبتطلع حاجه مهمه اسمها براش بوردر انزيمز، برضه هناخدها ان ديتيلز ودورها في الدايجيشن، الرول بتاعها في الدايجيشن خلاص. يبقى دي اول واحده سمبل كولامنر ابيثيليوم، دي موجوده في الفيلاي وموجوده برضه في الكريبتس. طب الجوبلت سيل، الجوبلت سيل زي ما حضراتكم شايفين باللايت مايكروسكوب انا شايفه فاكيوليتد سيل. ليه بقى؟ لان هي شكلها فلاسك ان شيب خلاص، برود ايبكس ونارو بيز. البيز بتاعي فيه السيتوبلازم وفيه البيزل فلات نيوكليس وكل الاورجانيلز. امال الاكسباندد ابر بارت اللي مديها الفلاسك شيب ده فيه ايه؟ في الميوكس سكريشن. خلي بالكم ان انا عندي الميوكس سيل او الجوبلت سيل بتزيد كل ما انزل داون ووردز، يعني اول مره تظهر عندي هنا فين؟ في الديودينم، بتبقى ازيد في الجيجنم، ازيد في الاليوم، وبتبقى في اللارج انتستن بقى هايله، كميه هايله. يبقى انا عندي كل ما بنزل من فوق لتحت الجوبلت سيل بتزيد خلاص، وعندي الفيلاي بيبتدي اللينس بتاعها بيقل لدرجه ان انا عندي في اللارج انتستين بتختفي الفيلاي ويبقى عندي كريبتس بس. يبقى دي علاقه عكسيه، كل ما انزل الفيلاي بتقل في اللينس والجوبلت سيل بتزيد في النمبر. تمام، ادي الجوبلت سيل
وايه وظيفتها؟ انها بتطلع ميوكس سكريشن، مهم جدا للبروتكشن. انا جاي لي في المكان ده مين؟ جاي لي الجاستريك سكريشن وجاي لي البنكرياتيك سكريشن، وده كله ممكن يعمل انجري للميوكوزا، فدي مهمه جدا عشان تعمل بروتكشن للميوكوزا. ايه كمان؟ عندي حاجه اسمها الانتيرو اندوكراين اللي انا لسه متكلمه عليها في الاستومك، برده موجوده في الانتستين، اللي هي بتطلع الهرمونز دايركت تو ذا بلود ستريم. خلاص. طيب كمان عندي في الكريبت في حاجه اسمها بانيس سيل، بانيس سيل دي اللي بتطلع برده الانتستينال انزايم، مهمه جدا ومش موجوده غير بس في الكريبت. هل في ستيم سيلز؟ طبعا في ستيم سيلز عشان تعمل رينيوال لكل التايبس اوف سيلز اللي احنا لسه بنتكلم عليهم. ده شكل الاليم. الالين بقى بيختلف عنهم في حاجه لطيفه جدا، لو احنا لاحظنا ان انا عندي الديدنم قلت عندي الفيلاي اكبر بتبقى ليف لايك كويس، وبعدين عندي في السب ميكوزا في حاجه اسمها برونرز جلاند اللي هي ميوكس سكريتنج جلاند. في الجيجنم ما عنديش حاجه في السب ميكوزا اصلا. طب لو نزلت بقى في الالين قلنا اللينس بتاع الفيلاي بيقل كل شويه، تمام جدا، بس تعالى بص لي هنا كده في مكان تكاد تكون ما فيش فيلاي اصلا، فيري شورت اور ابسنت فيلاي، الفيلاي موجوده كل السيركمفرنس بتاع الاليم ما عدا الجزء ده. طب ايه الجزء ده بقى؟ فيه ايه بقى؟ فيه عندي لينفويد تيشو، عندي لينفويد تيشو بسميه البايرز باتشز، ده عباره عن ايه؟ عباره عن اجريجيشن من الليمفوسايتس وعامله لي لينفويد فوليكلز بكميه كبيره قوي لدرجه اهي بتبان طبعا بيزوفيليك ان كلر اهو بالمنظر ده. المكان اللي فيه البايرز باتشز بيبقى عليه ابسنت اور فيري شورت فيلاي، لاحظها كده حضرتك هتلاقي الفيلاي اختفت وهنا ما عنديش غير ايه؟ غير كريبتس بالظبط كده. وفي المكان ده برضو بيظهر لي نوع سادس من السيل مش بيبقى موجود غير اوفر البيرز باتشز بسميها الام سيل. الام سيل اسمها ممبرين مايكروفولد سيل، ودي انتيجين بريزنتنج سيل مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ لان انا دلوقتي في انتستين وسهل قوي بيبقى عندي اورجانيزمز وبكتيريا وحاجات كتير، فلازم تعمل ايه؟ ديلينج وذ ذيس فورين بوديز او اورجانيزمز وتعمل لها بريزنتيشن، هي انتيجين بريزنتنج، بتوديها للليمفوسايت اللي موجوده تحتها فين؟ في البايرز باتشز، وده النوع السادس من السيل مش موجود غير اوفر ذا بايرز باتشز. خلاص يبقى احنا اتفقنا البايرز باتشز عليها حاجتين مهمين، نو فيلاي اوفر ذا بايرز باتشز اور فيري مينيمال، زائد ان عندي الام سيل موجوده في الميوكوزا اللي بس اوفر البايرز باتشز. خلاص طبعا ده هاير ماجنيفيكيشن، بصوا حضراتكم بيبين لي المنطقه دي مليانه لينفوسايت بشكل غير طبيعي ازاي، شايفين حضراتكم المنظر ده؟ تمام. احنا كده خلصنا السمول انتستين ديودينام جيجينام اليم، هنبدا في اللارج انتستين. زي ما اتفقنا ان اللارج انتستين بقى مختلفه، قلنا كل ما بنزل داون ووردز اللي بيحصل الجوبلت سيل بتزيد قوي والفيلاي بتختفي، تفضل تبقى شورتر شورتر لغايه ما بتختفي فين؟ في اللارج انتستين. يبقى اللارج انتستين نو كريب نو فيلاي اونلي كريبتس، زائد ان الجوبلت سيل بتبقى كميه هائله. بصوا كده حضراتكم، بصوا المنظر ده، انا ما عنديش فيلاي خالص، عندي بس ايه يا جماعه؟ عندي كريبتس. تمام جدا، ده كده الحته بتاعه الميوكوزا، كل ده السكنس بتاع الميوكوزا بيبقى اوكيوبايد، كل اللينس او السكنس بتاع الميوكوزا اوكيوبايد بالكريبتس لغايه ما يبقى واصل للمسكولاريز ميوكوزا، وان بتوين في شويه كونكتيف تيشو وبرده في ليمفوسايت وليمفويد فوليكل، لان حضرتك في لارج انتستين يعني كميه بكتيريا وكميه مايكرو اورجانيزمز هائله جدا. وليا هنرجع تاني للكريبتس بتاعت لارج انتستين، بس نكمل ادي المسكولاريز ميوكوزا وبعدين ادي دي كده الساب ميوكوزا، خلاص ما فيهاش اي مشكله. لما باجي انزل تحت بقى بلاقي ايه؟ المسكولاريز اكسترنا فيها حاجه سبيسيفيك جدا للارج انتستين، الانر سيركلر سراوندنج ذا هول سيركمفرنس عادي جدا ما فيش اي مشكله. طب الاوتر لونجيتودنال بقى؟ الاوتر لونجيتودنال في اللارج انتستين مختلفه جدا، هم عباره عن 3 باندلز اوف ماسلز اونلي. يعني احنا متعودين في اي مكان في الدايجستيف كانال ان انا عندي انر سيركلر وعندي اوتر لونجيتودنال عادي، لا في اللارج انتستين عندي الانر سيركلر موجوده لكن الاوتر لونجيتودنال مش سراوندنج كل الايه؟ التيوب، لا ده هي موجوده 3 باندلز فقط لا غير. خلاص انا بسميها ايه؟ بسميها تينيا كولاي، تينيا كولاي. يبقى هي تينيا كولاي هم 3 باندلز اوف ماسلز اللي سراوندنج اللارج انتستين كاوتر لونجيتودنال ماسل فايبرز، ثلاثه بس بسميهم تينيا كولاي. يبقى انا المكان بتاع السكشن يعني مثلا هنا عندي بس انر سيركل ما فيش اوتر لونجيتودنال، لكن هنا في اوتر لونجيتودنال اهو اللي هو الايه؟ التينيا كولاي. خلاص يبقى احنا قلنا ميوكوزا وسب ميوكوزا ومسكولوزا وطبعا سيروزا لان اللارج انتستين كفرد ببريتونيم عادي. طيب ارجع لي بقى لمين؟ للكريبتس بتاعت اللارج انتستين، حضرتك ملاحظ فيها ايه؟ ملاحظ ان هي عباره عن جوبلت سيل،
خلاص مليانه جبله سيل، خلاص فيها برضو صم انتيروسايت، خلاص تعمل ابزوربشن مينلي للووتر وترمينال ابزوربشن يعني لاي حاجه ومينلي للووتر. وعندي طبعا الجوبلت سكريشن موجود، ومهم جدا الجوبلت سيل عشان تطلع لي الميوكس، والميوكس ده مهم قوي قوي علشان احنا هنا خلاص ترمينال دايجيشن وابتدى الفود ريمننت تبقى فيري هارد اند سوليد، فلازم الميوكس يكون موجود عشان يساعد انها ايه تبقى بروسيسد او تتحرك داون ووردز. خلاص يبقى ده ايه، ده اللارج انتستين. يبقى في كريتيريا كذا حاجه للارج انتستين، اول حاجه نوفلاي مالتيبل جوبلت سيل، تانية الاوتر لونجيتودنال ان 3 دايركشنز ان 3 باندلز اونلي اللي انا بقول عليها، تانية كولاي. الكلام ده مهم جدا. خلاص في كمان في السيروزا حاجه فيري سبيسيفيك، احنا اتفقنا ان السيروزا دي عباره عن ايه، عباره عن لوس كونكتيف تيشو وكفرد ببريتونيوم، صح جدا. السيروزا بتاعه اللارج انتستين بيبقى فيها بوكيتس اوف فات، يعني فات سيلز كتير قوي في السيروزا بتاعه اللارج انتستين، لدرجه من كتر الفات سيل عامله لي بوكيت، خلاص بوكيت مليان فات سيل. خلاص لدرجه ان انا لو جيت بصيت على اللارج انتستين من بره بالنكد اي ابييرنس هلاقي فيه بوكيتس كده اوف فات موجوده في الاوتر سيرفيس، حاجه كده زوايد مليانه حاجه لونها ابيض اللي هي فيها الفات، بوكيتس اوف فات. يا ترى دي انا بسميها ايه؟ بسميها ابنديسيس ابيبلوكي، ابنديسيس ابيبلوكي. يبقى شوف بقى انا عندي كام كريتيريا مختلفه تماما في اللارج انتستين، نوفلاي مالتيبل جوبلت سيل، تينيا كولاي، ابنديسيس ابيبلوكي. خلاص يبقى دي مين؟ لارج انتستين. دي صوره حلوه قوي للارج انتستين، زي ما حضراتكم شايفين انا عندي بس سكريبت بالمنظر ده اهو، وكميه الجوبلت سيل مخليه لي كل الكريبتس تقريبا، انا شايفه السيلز بتاعتها كلها تقريبا فاكيوليتد اهو زي ما احنا شايفين، ادي الكريبتس بتاعت اللارج انتستين. صوره كمان للارج انتستين مبينه لي الكلام ده، طبعا هي فولدد، وادي الكريبتس بتاعتي اللي مليانه جوبلت سيل بالمنظر ده زي ما احنا شايفين، وادي السبميوكوزا، وادي الماسكولوزا بتاعتي. دي كلها صور للارج انتستين، تمام. دي صوره دياجرام بتبين الكلام اللي انا قلته من شويه، ان انا عندي اللارج انتستين فيها كريبتس بس اهو، كلام باين جدا يعني قصدي بالدياجرام باين اكتر من الصوره اللي بالاتش ان دي اي تحت الميكروسكوب. شايفين كميه الجوبلت سيل اللي انا رسمها هنا كتير قوي قوي ازاي، ولو لاحظنا كده ادي انر سيركلر وبعض الاوتر لونجيتودنال مش موجوده في كل المكان اللي هو التانيا كولاي. شوف بقى السيروزا مليانه فات سيل ازاي، شايفين كميه الفات سيل لدرجه انها بصوا عامله لي بوكيت ازاي طالع كده لبره، بسميها الابنديسيس ايبيبلوكي. طيب تعالى ناخد الابندكس. الابندكس دي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن بروجكشن او جزء طبعا من جي اي تي من السيكم اللي هي بدايه الجي اي تي، خارج كده عامل ايه؟ اوتورد بروجكشن، يعني هي حته تعتبر زياده، عشان كده حتى بالعربي بيسموها الزائده الدوديه اللي هي الابندكس. خلاص يبقى اوتورد بروجكشن من الفيرست بارت بتاع اللارج انتستين اللي هو مين؟ السيكم. طيب هل هي شبه اللارج انتستين؟ هي شبه اللارج انتستين جدا في ان هي اونلي فيلاي وما عندها اونلي كريبتس وما عندهاش فيلاي خالص، تمام جدا جدا، بس الاماونت اوف جوبلت سيل اقل بكتير. خلاص فيها حاجه سبيسيفيك قوي 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 هنا بتبقى موجوده في اللامينا بروبريا بتاعت الابيثيليوم واصله للسب ميوكوزا، لدرجه الماسكولاريز ميوكوزا كمان هنا يعني تكاد تكون مش باينه، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي اجريجيشن اوف لينفويد تيشو بكميات هايله جدا، عندي لينفويد فوليكلز ولينفويد تيشو بكميات هايله جدا جدا، لدرجه انها ممكن تعملي ماسكنج للاستراكشر، انا ما اشوفش حاجه خالص غير مجرد الكريبتس بس، وما اعرفش اشوف بقيه الاستراكشر من كتر كميه الليمفوسايت والليمفاتيك اجريجيشن اللي موجوده في الابندكس. طبعا الابندكس ليها رول كبير في انها بتعمل ديفنس لانها مليانه ليمفوسايت اهو زي ما حضراتكم شايفين، ادي السبميوكوزا بتاعتي، الليمفويد تيشو مش مبين لي الفاصل ما بين الميوكوزا والسبميوكوزا اللي هو ماسكولاريز ميوكوزا، ده عامل لها انفاجينيشن، وادي الماسكولوزا بتاعتي بس بتبقى سين ماسل لير طبعا، وادي السيروزا عادي جدا بس هي الجوبلت سيل بتاعتها اقل بكتير. دي صوره في الابندكس اهو، ادي الكريبتس بتاعتي، وشوفوا حضراتكم كميه الليمفويد فوليكلز اللي لونها بيزوفيليك دي، شايفين ماليه كل سراوندنج اليومن كله، بصوا ازاي دي كلها الليمفويد فوليكلز اهي، ادي كمان الليمفويد فوليكل، وادي الليمفويد فوليكل، الوول كله يا جماعه عباره عن الليمفويد فوليكلز عشان مليانه طبعا الليمفوسايتس بتعمل ديفنس كتير في المكان ده. طيب ادي الرسمه بتاعتي اهي بتاعتها كدايجرام عشان تبان اكتر، ادي الكريبتس بتاعتي، لاحظوا كميه الجوبلتس اقل بكتير قوي مش شبه اللارج انتستين،
وادي يا جماعه الليمفويد فوليكلز اللي موجوده في اللامينا بروبريا وبتعمل انفاجينيشن كمان للسب ميوكوزا وماسكينج الماسكولاريز ميوكوزا. شايفين الليمفويد فوليكل ورسمه الليمفوسايت قد ايه كتير. انر سيركل اوتر لونجيتودنال نوت ويل ديفلوبد سين طبعا مش زي اللارج انتستين. وادي السيروزا. طيب احنا كده خلصنا ايه يا جماعه؟ خلصنا الدايجستيف كانال. طيب عندي حاجه تاني، ايوه جت اسوشيتد جلاندز. احنا اتفقنا من الاول دايجستيف سيستم 3 بارتس اورال كافيتي وقلنا ليه الموديول بتاعه، وعندي الدايجستيف كانال وعندي جت اسوشيتد جلاندز. الدايجستيف كانال خلصناها اللي هي عباره عن ايه؟ اوسوفيجس ستومك جزئين فندس وبيلورس سمول انتستين برضو 3 بارتس ديودنم جوجنم اليم واللارج انتستين خلصناه والابندكس كمان خلصناه وعرفنا شكله تمام كده. يبقى انا عندي بعد كده مين الجات اسوشيتد جلاندز. مين هم الجات اسوشيتد جلاندز؟ هم البنكرياس الليفر ودول اللي يهموني قوي قوي هنا، والسليفري جلاند هناخد عنها هنت سريع لان هي ليها مكانها وتتشرح ان ديتيلز في الموديول بتاعها خلاص كده. فانا محتاجه اشرح ان ديتيلز البنكرياس والليفر واخد هنت بسرعه عن او انترودكشن عن السليفري جلاند اللي هو ايه بقى؟ ان انا اعرف يعني ايه ميوكاس اسيناي ويعني ايه سيرس اسيناي والديتيلز بعد كده هتتاخد. يعني ايه ميوكاس اسيناي بقى؟ بصوا حضراتكم كده تعالوا نبدا بالسيرس اسيناي. ادي السيرس اسيناي في اللو باور وادي في الهاي باور. عباره عن ايه بقى السيرس اسيناي؟ سيرس اسيناس سمول ان سايز عنده نارو ليومن. اللايننج ابيثيليوم بتاعه عباره عن هاي كيوبويدال ابيثيليوم وبيزوفيليك سيتوبلازم وسنترال راوندد نيوكليوس. طيب البيزوفيليك سيتوبلازم ده كله بيزوفيليك. لو انا ركزت كده اهو ادي سيرس اسيناس وادي سيرس اسيناس بلاقي الايبيكال بورت ده ايبيكال اسيدوفيليك زايموجين جرانيول تاني. يبقى السيرس اسيناس ايه؟ سمول ان سايز نارو اليوم ماشي. اللايننج ابيثيليوم عباره عن ايه؟ هاي كيوبويدال ديب بيزوفيليك سيتوبلازم وعنده سنترال راوندد نيوكليوس. طب كله بيزوفيليك هو بيطلع زايموجين جرانيول، وزايموجين يعني برو انزايم بيتحول بعد شويه الانزايم. طيب الزايموجين جرانيولز دي بتبقى موجوده فين؟ في الايبيكال بورد ناحيه السكريتوري بورد. يبقى ايبيكال اسيدوفيليك زايموجين جرانيولز. ادي نوع من الاسيناي اللي هو الايه؟ السيرس اسيناي. تعالى بص عليه بالدياجرام، دايما الدياجرام بيوضح لي اكتر اللي انا كنت لسه بقوله حالا اللي هو ايه بقى؟ اللي هو بص كده ادي السيرس اسيناس، ايه رايك في شكله؟ ادي البيزوفيليك سيتوبلازم اهو كله وعنده الايبيكال اسيدوفيليك زايموجين جرانيولز خلاص. طيب تعال شوف الميوكاس اسيناس، طبعا ده الاي ام بتاع زي السيرس اسيناس زي ما حضراتكم شايفين اهو زي ما اتفقنا. ايه الحاجات البلاكش او الالكترون دنس اللي انا شايفاها في الايبيكال بارت بتاع السيل دي؟ هي دي الزايموجين جرانيولز اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها. وادي بقيه السيتوبلازم بتاعي، طبعا هو بروتين سكريتنج عشان كده هي ديب بيسوفيليك يعني رف اندوبلازم كريتيكولم ميتوكوندريا جولجي وسكريتوري جرانيولز. طيب قول لي يعني ايه ميوكاس اسيناي؟ بص حضرتك ادي الميوكاس اسيناس اللي هو البيل ده الفاكيوليتد وده كذلك الميوكاس اسيناس الفاكيوليتد. الميوكاس اسيناس لارجر ذان ذا سيرس اسيناس كبير، اليومن بتاعه وايدر. طيب واللايننج ابيثيليوم؟ اللايننج ابيثيليوم بتبقى بيراميدال سيل او هاي كيوبويدال سيل بيبقى النمبر بتاعها ليس ذان السيرس اسيناس وبيبقى السيتوبلازم بتاعنا فاكيوليتد لان هو بيطلع ميوكاس اللي ديسولف ديورنج بريباريشن. النيوكليس بتاعتي بتبقى بيزل فلات. بص حضرتك كده تقدر تميز على طول ان ده ميوكاس اسيناس. شوف فاكيوليتد ازاي، شوف عامل ازاي. تمام ادي الميوكاس اسيناس. امال ايه اللي جنبه ده بقى؟ اصلا عندي نوع ثالث اسمه ميوكوسيرس. يعني ايه ميوكوسيرس بقى؟ طبعا ده شكل ميوكاس بس نبص عليه اي ام قبل ما اقول ايه الميوكوسيرس. زي اللايت بالظبط، شوف شكل اسيناي، شوف المنظر فاكيوليتد ازاي. ادي السيلز اهي، ادي السيل، دي سيل ودي سيل ودي سيل وده كله اسيناس اهو، ودي الاسينار اليومن. شوف جوه السيتوبلازما مليان ايه؟ مليان ميوكاس سكريشن او الميوسين. ادي الميوكاس جرانيولز. ده الميكسد اسيناس اللي انا لسه شايفاه من شويه اهو، ده الاي ام بتاعه. ايه فكره الميكسد اسيناس بقى؟ هو اصلا ميوكاس اسيناس خلاص بالفاكيوليت السيتوبلازم بكل حاجه. بيجي على جنب كده تو وان سايد بيبقى شويه من السيرس سيل بتبقى موجوده انفاجينيتد ما بين الميوكاس سيل والبيزمنت ميمبرين بتاعها. يعني ايه؟ دي الميوكاس اسيناس مش حواليها بيزمنت ميمبرين، تيجي شويه سيل كده تقوم ايه زقه نفسها كده في النص ما بين الميوكاس اسيناس وما بين البيزمنت ميمبرين فتبقى على ناحيه واحده كده. فانا بسميها كريسنت، كريسنت اوف جاينوزي او سيرس ديميليون. ده عباره عن ايه؟ يعني الهلال ده
عبارة عن إيه الكريسنت ده؟ سيروس سكريتنج سيل. على مين؟ متركب فوق مين؟ فوق الميوكس أسنس، أو مع بعض أسميهم ميوكو سيروس يونت، ميوكو سيروس يونت، خلاص؟ يبقى الاثنين بيبقوا مع بعض. طب السكريشن نظامها إيه؟ شايف السيروس سكريشن اللي على جنب دي بتمشي إن بتوين في انترسيلر كاناليكيولار ما بين الميوكس، وتخرج هي والميوكس كلهم في اليومن ويمشوا مع بعض. يبقى انا عندي 3 تايبس اوف اسينايل، السيرس والميوكس والميوكوسيرس. زي ما حضراتكم شايفين ادي ناحيه فيها ميوكس وناحيه فيها سيرس في نفس الاسينس اهو. ده كده كان ايه انترودكشن للسليفري جلاندز لغايه ما ناخدها ان ديتيلز. طب البنكرياس، البنكرياس بتاعي هو عباره عن ميكس جلاند موجود بيلو الاستومك، وده شكله طبعا في السكشن زي ما حضراتكم شايفين دي بلو باور. انا شايفه ايه دلوقتي؟ شايفه لوبيولز، شويه لوبيولز كده، لان هو طبعا سوليد اورجان مش هولو اورجان، فهو بيتكون من استروما اند بارينكما، والاستروما بتاعت البنكرياس فيري ديليكت، يعني فيري ديليكت كبسول، فيري ديليكت ترابيكلي، والريتيكولار نتورك هنا يعني قليل قوي قوي قوي. مش احنا متعودين استروما وبارينكما، الاستروما كبسول ترابيكلي ريتيكولار نتورك تمام، بس هنا الاستروما بتاعت البنكرياس فيري فيري ديليكت. امال ايه بقى البارينكيما؟ البارينكيما ات ذا فانكشنينج يونت اوف ذا اورجان. فهنا عندي الجزء بتاع البنكرياس الفانكشنينج اكتر من الاستروما، البارينكيما كتير. فلما اجي ابص كده دي كده السبتة او الترابيكلي اللي نازله من الكبسول، فانا قادره اشوف ايه؟ ادي لوب مثلا، ده كل ده كده لوب اهو، ومتقسم جواه ايه؟ لوبيولز، يعني ده لوبيول ولوبيول ولوبيول، لان في عندي الترابيكلي بتقسم الاورجان لوبز اند لوبيولز. تمام جدا. طب تعالى نبص على السيلز بتاعت البنكرياس او الميوكس اسيناي بتاعت الايه؟ الاكسوكراين بارت. انا اول ما بدات كلامي قلت ان البنكرياس ده ميكس الجلاند. يعني ايه ميكس الجلاند؟ ميكسد يعني اكسوكراين اند اندوكراين، يعني في عنده جزء اكسوكراين بيطلع السكريشن على التيوبس بتمشي في المسار الطبيعي وتوصل للديودينم وخلاص، واندوكراين بارت اللي بيطلع السكريشن دايركتلي تو ذا بلاد ستريم. خلاص؟ طيب ده الاكسوكراين بارت اللي انا شايفاه الدارك ان كلر ده، واللايت ان كلر ده اللي هم دول هم الايلتس اوف لانجرهانز اللي هم الاندوكراين بارت. تعال نبص كده بسرعه ايه الاكسوكراين بارت. الاكسوكراين بارت ده عباره عن اسيناي. الاسيناي دي عباره عن ايه؟ سيرس اسيناي. عشان كده لو بصيت للسكشن هتلاقي معظمه بيزوفيليك. خد لك اسيناس كده اهو تلاقيه كله بيزوفيليك ما عدا الايبيكال بارت بتاع السيل اسيدوفيليك. بص هنا كمان هتلاقيه كله بيزوفيليك ما عدا الايبيكال بارت ماله اسيدوفيليك. خلاص؟ يبقى ده عباره عن سيرس اسنس، تيبيكال سيرس اسنس، بروتين سكريتنج بيزوفيليك سيتوبلازم، والاي ام بتاع الايه؟ البروتين سكريتنج سيل تيبيكال. ماشي. طب امال ايه بقى؟ اللايت ستيند اريا ان بتوين اهم، ان بتوين دارك ستيند بنكرياتيك اسيناي، ده الاندوكراين بنكرياس اللي هو مين؟ ايلتس اوف لانجر هانز. بص الهاير ماجنيفيكيشن مبين لي الكلام ده جدا. ادي البنكرياتيك اسيناي اللي لونها بيزوفيليك والابيكال بارت بتاعها اسيدوفيليك اهو زي ما حضراتكم شايفين، وادي الايلتس اوف لانجر هانز. الايلتس اوف لانجر هانز دي اندوكراين. يعني ايه اندوكراين؟ يعني بتطلع السكريشن دايركتلي تو ذا بلاد ستريم. كويس. يبقى لازم تكون هايلي فاسكولار زي اي اندوكراين جلاند. هايلي فاسكولار لان هي محتاجه تطلع السكريشن بتاعها فين؟ للبلاد. يبقى لازم يكون فيها فاسكوليتشر عاليه جدا. بص كده عندها الكابيلاريز ان بتوين الايه؟ السيلز. طيب يا ترى ايه هم السيلز بتوع الايلتس اوف لانجر هانز؟ دي رسمه كمان بتبين لي ادي البنكرياتيك اسيناي وادي الايلتس اوف لانجر هانز، ولاحظ ان اللي راسم مال الدنيا كابيلاريز. انا عندي تايبس كتير قوي للسيلز بتاعت الايلتس اوف لانجر هانز، طبعا هناخدهم ان ديتيلز في النظري. اهم اثنين لازم اعرفهم الالفا سيل والبيتا سيل. الالفا سيل دول لارج سيل، لارج سيلز موجودة فين؟ موجودة على البريفري بتاع الايلتس. شوف كده ادي دي الايلتس اهي تمام، وادي الالفا سيلز، السيلز الكبيرة اللي موجودة فين؟ في البريفري. ومادام لارج ان سايز يبقى النمبر بتاعها فيو، يبقى فيور النمبر، ودي قاعدة ثابتة كل الهيستولوجي برضو. السيلز اللي سمول ان سايز تلاقي النمبر بتاعها كتير، واللي لارج ان سايز تلاقي النمبر بتاعها قليل. فادي السيلز اهي موجودة في البريفري بتاعتي، ودي بتطلع ايه؟ الالفا سيل بتطلع الجلوكاجون اللي بيعمل اليفيشن للبلاد شوجر ليفل. امال مين السيلز الصغيره الكتير اللي موجوده في السنتر؟ دي البيتا سيلز. البيتا سيلز اللي بتطلع الانسولين اللي بيعمل لورنج للبلاد شوجر ليفل، يعني البلاد شوجر بياخده يدخله جوه السيلز، يبقى عندهم ايه؟ اوبوزيت دايركشن.
في عندي الدلتا سيلز اللي بتطلع سوماتوستاتين اللي بتعمل سبريشن للسكريشن، في عندي البي بي بنكرياتيك بوليبيبتايد سيلز اللي بتعمل استيميوليشن للبنكرياتيك اسينر سيل انها تطلع السكريشن بتاعها، في عندي جانجليونيك سيل او الجي سيل خلاص. فانا عندي سيلز كتير قوي في الايليتس اوف لانجر هانز. طيب ده ايه بقى؟ ده الاي ام بتاع البنكرياتيك اسينر سيل. لاحظ حضرتك انها بروتين سكريتنج، يبقى التيبكال كريتيريا اللي انا حفظتها وتعلمتها من زمان. شايفه ايه؟ شايفه ايه كروماتيك نيوكليس، شايفه كمان بارلل سيسترنا اوف راف اندوبلازميك ريتيكولم وبلنتي اماونت، بلنتي يعني اماونت اوف راف اندوبلازميك ريتيكولم، شايفه ميتوكوندريا كتير قوي في النص اهو مالين الدنيا. امال ايه بقى كمان اللي مالي الدنيا؟ ده السكريتوري جرانيولز. مش اتفقنا البنكرياتيك اسينر سيل تيبيكال سيرس او بروتين سكريتنج سيل؟ دي سكريتوري جرانيولز اللي بتطلعها. طيب كده البنكرياس خلصناه كبراكتيكال، يبقى احنا قدرنا نتعرف على البنكرياس ازاي كبراكتيكال. ان انا هلاقي ديبلي ستيند بنكرياتيك اسيناي وهلاقي لايتلي ستيند ارياز ان بتوين. الديبلي ستيند بنكرياتيك اسيناي دي اللي بتطلع البنكرياتيك انزيمز اللي قلنا بيزوفيليك وتيبيكال بروتين سكريتنج، واللايتلي ستيند ارياز دي مين؟ الايلتس اوف لانجر هانز، يبقى هقدر اتعرف عليهم بمنتهى السهوله. طب الليفر، ده شكل السلايد بتاع الليفر بالنجد اي ابيرنس بالمنظر ده. ده كده الليفر والجزء اللي فاضي ده الجول بلادر. ايه ده بقى؟ ده الليفر. الليفر عشان اقدر اعرفه او اقدر اعمل له ستادينج، عملوا ايه الساينتست؟ قسموه للوبيولز بكذا طريقه، اشهرهم الكلاسيك هيباتيك لوبيول. الكلاسيك هيباتيك لوبيول زي ما انا شايفاه كده حاجه ليفر تيشو شكله هيكساجونال ان شيب، يبقى وات از كلاسيك هيباتيك لوبيول؟ ات از ا هيكساجونال ماس اوف ليفر تيشو سراوندينج سنترال فين. طب بص على الصوره زي ما انا بقول لك، ادي الهيكساجونال ماس اوف ليفر تيشو سراوندينج ا سنترال فين. مش بس كده، ده انا لو بصيت على الانجل، اي واحده من بتوع الريكتانجل مش شرط يكونوا السكس انجلز فيهم الاستراكشر ده، بس معظمهم فيه الاستراكشر ده، هلاقي مين؟ هلاقي حاجه اسمها البورتال تراكت. البورتال تراكت، البورتال تراكت ده فيه ايه؟ فيه هيباتيك ارتري وبورتال فين وبايل داكت ولمفاتيك فيسل. خلاص، طب تعالى نعمل ماجنيفيكيشن للجزء ده. ادي الجزء بتاع السنترال فين وادي الهباتوسايتس اللي حواليه. يا ترى ايه شكل الهباتوسايتس؟ بص حضرتك كده، ادي ده الجزء ده بتاع البورتال تراك، دي السنترال فين ودول الهباتوسايت. ركز في الهباتوسايت، بص عليها كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان هي سيل عندها اسيدوفيليك سيتوبلازم بولي هيدرال ان شيب، عندها سنترال راوندد نيوكليس. طيب ارينجد ازاي؟ ايه رايك لو بصيت كده مش هتلاحظ ان هي كانها عامله زي السون ري ابيرنس حوالين السنترال فين؟ فعلا هي ارينجد ان كوردز، ان كوردز راديتنج فروم ذا سنترال فين. يبقى الكلاسيك هيباتيك لوبيول هيكساجونال ماس اوف ليفر تيشو سراوندينج ا سنترال فين، والهيباتوسايتس ارينجد ان كوردز راديتنج فروم ذا سنترال فين. الكوردز دي لو انا بصيت عليها هلاقي الكورد ثيكنس 1 تو 2 سيلز، الكورد ثيكنس 1 تو 2 سيلز. بص حضرتك كده، ممكن الاقي الكورد ده اهو 1 سيل عادي، وممكن الكورد ده 2 سيلز تمام، بس انا ملاحظه ان ما بين الكوردز وبعضها في سبيسز. طب ايه السبيسز دي؟ بلاد ساينوسايدز، بلاد ساينوسايدز. البلاد ساينوسايدز دي بتاخد البلاد سبلاي من الهيباتيك ارتري والبورتال فين اللي موجودين في الكورنر اللي هو فيه البورتال تراكتس، وبعدين بيمشي البلاد في البلاد ساينوسايدز خلاص، وبيدي نيوتريشن وبيدي الاكسجين سبلاي للهيباتوسايتس، وبعدين يبقى دريند فين؟ في السنترال فين. يبقى الفاسكولاريتي جايه من البريفري من عند البورتال تراكت هيباتيك ارتري وبورتال فين تمام. بورتال فين جايه بالنيوترينت والهيباتيك ارتري جايه بالاكسجين، والاثنين مع بعض بيبقوا البلاد ده ميكسد جوه الساينوسايتس، وبالتالي الهيباتوسايت بتاخد الاكسجين تاخد النيوترينت خلاص، الدرينج بتاعها يروح فين بقى؟ يصب فين؟ في البورتال، في السنترال فين، في السنترال فين. الدايجرام ده بيبين لي ايه؟ بيبين لي البورتال تراكت اريا، ادي برانش اوف بورتال فين، البورتال فين هو اللارجست ستراكشر اللي ممكن اشوفه في البورتال تراكت، وادي الهيباتيك ارتري، وطبعا حضراتكم شايفين الوول السكنس بتاعت الوول بتاع الارتري مختلف خالص عن الفين، وادي برانش من الايه؟ البايل داكت تمام، عشان الليفر بيطلع بايل سكريشن للدايجيشن اوف فات، وده مهم قوي. لو انا خدت هاير ماجنيفيكيشن، ده الكلام اللي انا لسه كنت بقوله،
ادي هاير ماجنيفيكيشن للهباتوسايتس، بصوا عامل ازاي ارينجد ان برانشنج انستوموزنج كوردز، برانشنج انستوموزنج كوردز ذا كورد سيكنس فروم 1 تو 2 سيلز. تمام، لو انا بصيت على الهباتوسايت بقى شخصيا مش هلاحظ ان بعض الهباتوسايت دبل نيوكليتد، 25% اوف هباتوسايتس مي بي دبل او باي نيوكليتد. الطبيعي ان الهباتوسايت عندها سنجل سنترال نيوكليس، لكن بعض الهباتوسايت بتبقى زي دول كده باي نيوكليتد، شايفين ودي برضو باي نيوكليتد ودي باي نيوكليتد. 25% اوف ذا ليفر سيلز ار باي نيوكليتد، ودي البلاد سينوسويد لاين ده طبعا بالايه بالاندوثيليوم. ده شكل الكلاسيك هيباتيك لوبيول بدايجرام بيوضح لي بالظبط الكلام اللي انا لسه كنت بقوله. ادي الكلاسيك هيباتيك لوبيول، ادي السنترال فين، ادي الكوردز اوف هيباتوسايتس، ودول ان بتوين عندي مين البلاد ساينوسويدز. ولو بصيت للكورنر ده هلاقي البورتال تراكتس اهو، ادي الهيباتيك ارتري اللي عنده سيك وول، وادي البايل داكتس، وادي السنترال البورتال فين. تمام، وادي كمان في بورتال تراكت موجود الناحيه دي اهو، مش شرط يكون موجود في 6 كورنرز لكن موجود في معظمها يعني. طيب انا هنا ببص على الاي ام بتاعت الهباتوسايت. الهباتوسايت دي تيبيكال سيل، يعني ايه تيبيكال سيل؟ يعني فيها كل حاجه، فيها كل الاورجانيزم اللي حضرتك ممكن تتخيلها، سواء كانت ميمبرنس نون ميمبرنس انكلوجنز، كل حاجه موجوده في الهباتوسايت تيبيكال سيل. تعال امسكهم كده بالترتيب، ميتوكوندريا عندها كمية ميتوكوندريا هايلة، ممكن الهباتوسايت الواحدة يبقى فيها 1000 ميتوكوندريا. عندها رف اندوبلازمك ريتيكولم طبعا لانها بتطلع بروتين، مش هي بيعمل البلازما بروتين، سموث اندوبلازمك ريتيكولم لانها بتعمل جلايكوجين بكميات هايلة، وبتعمل دي توكسيفيكيشن اوف دراجز اللي هي فانكشن كتير الهباتوسايت. طيب عندها قلنا اللي احنا لسه قايلين الجلايكوجين ده واحد كمان من الايه من الانكلوجن، عندها ليبيد كمية هايلة جدا، عندها كل حاجة ممكن تتخيلها، كل الاورجانيلز موجوده بكميات كبيره جدا جوه الهباتوسايت. فده الاي ام بتاع الهباتوسايت، واقدر اشوف كل حاجه جوه السيتوبلازم. طب الفيسز بقى، الفيسز اوف هباتوسايت، الهباتوسايت عندها كذا فيس، يا اما بتبقى فيسنج انذر هباتوسايت زي ما احنا شايفين كده في الكورد، هما الاثنين جنب بعض يبقى فيسنج انذر هباتوسايت، يا اما فيسنج البلاد ساينوسايد. كويس، طب تعالى نشوف لو انا عندي دي هباتوسايت اهي، ودي كمان هيباتوسايت الناحيه الثانيه وفيسنج ايتش اذر، وحصل بقى في ستراكشر في النص اللي هو مين بقى؟ اللي هو البايل كاناليكيولاي او البايل كاناليكيولاس. يبقى البايل كاناليكيولاس دي لو حضرتك لاحظت مالهاش وول، امال الوول بتاعها معمول بايه؟ معمول بالسيل ممبرين بتاع الهيباتوسايت دي والهيباتوسايت دي، يبقى دي هيباتوسايت وهيباتوسايت جنب بعض بقوا عملوا سبيس فراغ كده ان بتوين. السبيس اللي ان بتوين ده اسمه بايل كاناليكيولاس. كويس، طيب امال بقيه الوول بتاعه، بقيه الوول بتاعه بيبقى جويند تايت جانكشن تو ذا رايت اند ليفت اوف بايل كاناليكيولاس تايت جانكشن. ليه؟ عشان ما يسمحليش بالبايل انه يمشي ان بتوين الايه الهباتوسايت او يرجع تاني. الهباتوسايت دي بتصنع البايل ودي كمان بتصنع البايل، والبايل بيقوم داخل جوه البايل كاناليكيولاس. طب ادي البايل كاناليكيولاس، ما تبص عليها وتعملها ديسكريبشن. بص حضرتك ده الوول او السيل ممبرين بتاع الهباتوسايت، مش ملاحظ ان عنده شورت مايكروفيلاي؟ عنده فعلا شورت مايكروفيلاي فيسنج في طبعا السايد اللي هو فيسنج مين؟ البايل كاناليكيولاس. يبقى الجزئيه دي فيسنج انذر هيباتوسايت ودي فيسنج انذر هيباتوسايت، وان بتوين بقى في بايل كاناليكيولاس، فاصبح دي مقفوله بتايت ودي مقفوله بتايت جنكشن، وادي البايل كاناليكيولاس اللي فيها ايه بقى؟ شورت مايكروفيلاي. طب ادي فيس. طب اخبار الفيس اللي ناحيه البلاد ساينوسويد ايه بقى؟ الفيس اللي ناحيه البلاد ساينوسويد بيبقى عنده لونج مايكروفيلاي. شوف بقى ادي البلاد ساينوسويد اهو اللي لايند بايه؟ بفينستريتد اندوثيليوم طبعا، ودي ار بي سيز اهو جوه البلاد ساينوسويد. امال مين السيل الكبيره دي اللي مليانه لايزوزوم؟ دي سيل اسمها فونكوفر سيل. الفونكوفر سيل دي واحده من الانتيجين بريزنتنج سيل مهمه جدا جدا في الاميون سيستم، وطبيعي انها تبقى موجوده هنا في البلاد ساينوسويد عشان تعمل كابتشرنج لاي فورين بادي او اي مايكرو اورجانيزم موجود في المكان ده، على طول تاخده وتعمله بروسيسنج وتتعامل معاه. طب ايه السيل اللي موجوده دي اللي مليانه فات، اللي هي بتعمل ستورج للفات وبالذات للفيتامين اي، الفات سولبل فيتامينز بالذات الفيتامين اي، بسميها ايتو سيل. ايتو سيل دي سيل بتعمل ستورج للفيتامين اي وللفاتس عموما. طيب بص حضرتك دي برده ادي الهباتوسايت وادي انذر هباتوسايت. الهباتوسايت
الجزء ده اللي ما بين الهيباتوسايت والوول بتاع البلاد سينوسويد اسمه سبيس اوف ديس. السبيس اوف ديس ده مهم؟ اه طبعا مهم. في مين؟ في الكوفر سيل، في اللونج مايكروفيلاي بتاعت البلاد سينوسويد، في شويه بلازما، في شويه ريتيكولار فايبرز، وكمان ممكن الاقي فيه زي ما انا شايفه كده الايتو سيل. دلوقتي احنا كده خلصنا الليفر وفهمنا يعني ايه ليفر، وعرفنا يعني كلاسيك هيباتيك لوبيول وبورتال تراكت، ويعني ايه سنترال فين، يعني ايه بلاد سينوسايد، الحاجات اللي انا هشوفها في البراكتيكال. بقيه الانفورميشن اللي اباوت الليفر بقى اللوبيولز والدايركشن اوف بلاد فلو باي الفلو والحاجات دي كلها هناخدها ان ديتيلز ان شاء الله في الليكتشرز. طيب في حاجه ثانيه مع الليفر، ايوه في حاجه اسمها جول بلادر. يعني ايه جول بلادر؟ الجول بلادر دي عباره عن ساك بيحصل فيها ستورج ليه للبايل، بعد ما بيمشي في الباس ويز بتاعته هو بيبقى بروديوسد من الليفر وبيمشي ليه باس ويز كتير، وفي الاخر بيبقى ستورد في الجول بلادر. الجول بلادر دي ساك بتعمل ايه؟ ابزوربشن اوف ووتر من البايل علشان تعمل له كونسنتريشن. بعد شويه لما بيبقى البادي فيه فات ومحتاج دايجيشن بتيجي سيجنال للجول بلادر يحصل لها كونتراكشن وتطلع البايل ويبتدي يحصل له ايه؟ دايجيشن للفات. طب يا ترى الجول بلادر دي شكلها ايه بقى؟ هي عباره عن ساك زي ما انا قلت، يبقى حاجه هول اورجن يبقى عندها اليومن، صح؟ يبقى انا لما اجي اعمل لها وصف ليها احب اوصفها اقول ان هو وول، يبقى وول يبقى لايرز، صح؟ طيب انا واخده ان اللايرز بتاعتي جي اي تي ميوكوزا سب ميوكوزا ماسكولوزا سيروزا، هل الفور لايرز موجودين هنا في الجول بلادر؟ لا مش كلهم موجودين. الجول بلادر نو ماسكولاريز ميوكوزا نو سب ميوكوزا، نو ماسكولاريز ميوكوزا نو سب ميوكوزا. طيب بص كده حضرتك على الجول بلادر، هي عندها هايلي فولدد ميوكوزا بالمنظر ده، هايلي فولدد ميوكوزا، خلاص. طيب الميوكوزا انا متعوده عباره عن ايه بقى؟ ايبيثيليوم لامينا بروبريا ماسكولاريز ميوكوزا، قلت ما عنديش ماسكولاريز ميوكوزا. طب الايبيثيليوم، الايبيثيليوم زي ما حضراتكم شايفين سمبل كولامنر ايبيثيليوم اهو، سمبل كولامنر ايبيثيليوم يعني كولامنر سيلز اسيدوفيليك سيتوبلازم بيزر اوفال نيوكليون، تمام؟ تحتيه لامينا بروبريا بتاعتي نو ماسكولاريز ميوكوزا. طيب وبعدين؟ ولا سب ميوكوزا، تمام؟ هنزل بقى على الماسكولوزا. الماسكولوزا هنا ما هياش يعني مش مترتبه الترتيب العادي، مش انر سيركولر اوتر لونجيتيودنال، لا انا عندي اولا ثين ماسكولوزا والماسل فايبرز بريزنت ان ديفرنت دايركشنز، ثين ميوكوزا والماسل فايبرز ان اول دايركشنز، خلاص ان ديفرنت دايركشن. واخر حاجه عندها هنا مين؟ السيروزا، لان الجزء ده متغطي ببروتونين، فقلنا لوس كونكتيف تيشو والميزوثيليوم بتاعه البرايتال لاير بتاع البريتونيوم. ده هاير ماجنيفيكيشن السمبل كولامنر ايبيثيليوم بتاع الجول بلادر، وادي الجزئيه اللامينا بروبري اهو اللي تحتها زي ما حضراتكم شايفين. ده طبعا عباره عن ايه؟ دياجرام، احنا متعودين الدياجرام بيوضح لي الكلام اللي انا لسه بقوله اهو. ادي الهايلي فولد ميوكوزا لما اجي ابقى عارفه شكل الجول بلادر، هايلي فولد ميوكوزا. طيب ادي الايبيثيليوم بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن سوري الميوكوزا عباره عن ايبيثيليوم واللامينا بروبريا. الايبيثيليوم اهو السمبل كولامنر زي ما احنا شايفين، وادي اللامينا بروبريا، تمام جدا. هل عندي سب ميوكوزا؟ قلت لا، يبقى انا نو ماسكولاريز ميوكوزا نو سب ميوكوزا. بص حضرتك الماسكولوزا بتاعتي مش ملاحظ حاجه، انا متعوده ارسم انر سيركلر اوتر لونجيتيودنال، لا هنا برسمهم ان ديفرنت دايركشنز، سيركلر لونجيتيودنال اوبليك لان هي ثين ماسل لير، يبقى ان ديفرنت دايركشنز. واخر حاجه عندي اهي السيروزا اللي هي عباره عن لوس كونكتيف تيشو ومتغطي بالسمبل سكويماس ميزوثيليوم بتاع البريتونيوم. كده يا دكاتره احنا شرحنا كل جي اي تي، عرفنا يعني ايه دايجستيف تيوب، عرفنا يعني ايه دايجستيف جلاندز، شرحنا انترودكشن للسليفر جلاندز يعني ايه ميوكوس اسينس، يعني ايه سيروس اسينس، يعني ايه ميوكو سيروس اسينس. عرفنا البنكرياس ايه الاندوكراين بارت، ايه الاكزوكراين بارت بتاع البنكرياس. عرفنا برضو الليفر يعني ايه كلاسيك هيباتيك لوبيول، يعني ايه سنترال فين، يعني ايه ساينوسويد بورتال تراكت، اتعلمنا الليفر وتعلمنا يعني ايه الجول بلادر وايه هو الوول بتاع الجول بلادر. ثانك يو.